السلام عليكم ورحمه الله، تنتمناكم تكونوا بخير وعلى خير. اليوم غادي نصاوب واحد الشلاضه ربيعيه يعني برانتانيير، وكتجي بنينه بزاف. هنا راني جلي دريسي اون بجوج ديال الشكيلات اون دو فوا. يعني الانسان الا عنده الضياف ولا يعني تيحاول يدير واحد المنظر اللي يكون انيق في لاسيات في التبصيل. وغادي ندوزو المقادير، غتشوفوا معنا هاد الشلاضه هادي راه كتجي بنينه وممتازه. هنا عندنا شويه ديال الشلاضه سالاد فيرت، عندنا شويه ديال الروز، عندنا المايونيز، هاد الروز هذا غيكون مرافق مع المايونيز، عندنا الكروفيت ولا الجامباس، هذا الكروفيت اللي كبير شويه اللي كان متوفر، عندنا شويه ديال شيخ دو كراب ولا هذاك لو سوغيمي اشيف بهاد الطريقه هادي، وعندنا لي طوماط سوغيز وشويه ديال الافوكا. غادي نبداو بسم الله على بركه الله، غنديروا داك الروز ديالنا يطيب يغلي. وهذا الروز هذا راه سي لو غي باسماتي، يعني تيجي زوين في لي سالاد، ماشي هذاك الروز الغليظ، هذا راه رقيق وتيجي تري تري بون في لي سالاد مع المايونيز. هنا كما كتشوفوا معنا شديت لا بوال هاد المقله هادي، ودرت فيها داك الكامباس مع شويه ديال الزبده باش غادي يتحمر. هنا كان عندي كونجلي غادي يرخي شويه ديال الماء، يعني واخا نجهد عليه العافيه معليش، يعني هذيك الزبده ما كتحرقش، يعني الا كان عندكم فخي حاولوا تنقصوا عليه العافيه شويه باش ما يتحرقش، هذيك الزبده ما تحرق لكمش. هنا غنزيد شويه ديال الملحه ونبدا نخليه يتقلى على خاطره واحد 10 ديال الدقائق كما كتشوفوا معنا هكا. هنا راكم كشتو راه رخا الماء شويه، ونخليه تنشف منه داك الماء بهذه الطريقه هذه. انتم كتشوفوا راه تحمر مزيان، ان فوا كيتحمر كدين غادي نزيد له شويه ديال المعدنوس. هذا المعدنوس هذا كيعطيه واحد المذاق وواحد الاضافه راه زوينه بزاف 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 مع هذا الكامباس هذا، يعني راه تيجي في لي سالاد شي حاجه معتبره. هنا كنرجع الروز ديالي راه طاب، يعني 10 دقائق تيوجد هذا الروز هذا الباسماتي، هو اللي كنصحكم به في هذه اللاقوسات هذه. يعني هذا الروز الرقيق راه تيجي شي حاجه ممتازه في لي سالاد، راه ماشي داك الروز الغليظ، هذا راه لو باسماتي فريمون تري تري بون افيك لا مايونيز مع الفينيغريت، تيجي فريمون زوين في لي سالاد هذا الروز هذا. كما شفتوا معايا راني صفيتو خليته يبرد شويه، وغادي نزيد له لا مايونيز. لا مايونيز تنخلط تندير واحد شويه فحال هذا الشكل هذا على حساب لا كونتيتي اللي عندنا. هنا راه درت 100 غرام دو غي، يعني 100 غرام تنزيد لها واحد شويه ديال لا مايونيز، وتنمزج هذا القوام كامل حتى تنخلطو، وعاد تنجي وكنزيد شويه ديال الحامض على هاد الحوت هذا. خلاص راكم عارفين يعني الحوت مع لو سيترون مع الحامض راه شي حاجه، راه سي تان كلاسيك في لا كويزين، تيجي فريمون تري تري بون. تنشد ديك لافوكا وتنزيد عليها حتى هي شويه باش ما كتكحاش، وكتبقى شاده داك لا كولوراسيون ديالها فيرت كومسا خضراء. وكنبداو لو دريساج. هنا غندير معكم جوج ديال لي دريساج، هما سامبل يعني عاديين، يعني بطريقه ديال لي ريستورون خفيفه وكتجي ممتازه. هنا راه درت شويه ديال الروز، كنزيد عليه شويه ديال هذاك لا سوغيمي اشي فحال هكا ولا لو شير دو كراب، وكنعاود نزيد شويه ديال الروز كما كتشوفوا معنا بهذا الشكل هذا. وهنا كما غادي تشوفوا معنا غنشد ديك لافوكا وغادي ماذا نحطها، هي راه مقطعه دي بيتي مورسو مورسويات هكا، ونبدا ندورها على داك لو غي على هذا الروز هذا. وغادي نزيد هذاك لو غامباس اللي راني قطعته مورسويات بحال هذا الشكل هذا متوسطين، وغادي ندورو حتى هو على التبصيل كامل، يعني باش كيعطي واحد الشكل اللي هو تيجي زويون وانيق. غادي نزيد ديك المطيشه اللي قطعتها على جوج كما كتشوفوا حتى هي. ومن بعد هادوك لي مورسون تاع لو سوغيمي كنضيفهم بهذا الشكل هذا، يعني شكل عشوائي فوق داك الروز. وغادي تبقى لنا لا فينيسيون، هي واحد شويه ديال الشلاده د لا روكيت اللي كنحطوها من الفوق، كتعطي واحد المنظر زويون وكتجي ممتازه حتى هي في المذاق مع هاد الشلاده هادي. واخيرا كنزيد واحد شويه الزيت البلديه، يعني ما تنستعملش فينيغريت في هاد الشلاضه هادي. الروز فيه لا مايونيز، كاين شويه السيترون، كاين لاسيديتي، درنا الملحه، درنا شويه البزار، يعني غتبقى لنا شويه فينيسيون الزيت البلديه
راه كتجي هاد الشلاضه هادي كتهبل كتجي زوينه بزاف بزاف وصحيه صحيه 100%. يعني مكونات اللي فيها راهم شي حاجه يعني هذه وجبه راها كامله. غادي ندوزو للدوزيام دريساج. يعني هاد لو دريساج هذا حتى هو راه تري سامبل. كنخلط شويه ديال داك الشيخ دو كراب مع لو غي, كنزيد لو سوغيمي, يعني كنضيف كاع المكونات بتيتا بتي. عندي شويه ديال لافوكاتا هي كنزيدها. غادي نزيد جميع المكونات اللي درنا في الشلاضه الاولى, يعني في نفس الشيء غير هو يعني لا فينيسيون في التالي. غادي نحاول نغير من الشكل ديال هاد الشلاضه بهاد لي طوماط سوغيز بهاد المطيشه الصغيره اللي نديرها في الجوانب باش تعطي منظر اخر, يعني شكل اخر في التبصيل. يعني تو سامبلومون هنا كما كتشوفوا معنا قربت نسالي الدريساج ديالي, درت ديك لا سالاد فيرت, غنزيد شويه لو سيترون, وغادي نبدا نحط ديك المطيشه اللي قطعتها على جوج, ندورها كامله على التبصيل, يعني كتعطي واحد المنظر مختلف على الشكل اللي درناه في الاول. وكنتمنى هاد الشلاضه ديال اليوم تكون عجباتكم, وحاولوا تدعمونا بلي لايك, وتنقول لكم ابيانتو ان شاء الله بحول الله في وصفه جديده في قناه الشاف هشام.